شهد ملتقى البحرين للحوار والمنعقد بالمنامة الدعوة إلى علماء الدين الإسلامي في العالم أجمع إلى المصارعة بعقد حوار إسلامي جاد، وذلك من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف من أجل الأخوة الدينية والإنسانية. وخلال الجلسة الختامية للملتقى بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف و قداسة بابا الفاتيكان وملك البحرين، تم التشديد على أهمية أن ينص في قرارات هذا الحوار على وقف خطابات الكراهية المتبادلة وأساليب الاستفزاز والتكفير، وضرورة تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل إشكالاتها ورواصبها السيئة.